أول سؤال، أنت برأيك شو أهمية تبادل الخبرات بين القوات التقدمية، سواء بالمنطقة هون سواء على مستوى عالمي؟ أنا في رأيي إن المعركة اللي بتخوضها المجموعات اليسارية على مستوى العالم هي معركة واحدة. أنت بتتكلم على معركة نضال إنساني لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. العدو اللي قصاد الحلفاء التقدميين واليساريين هو عدو واحد، العدو الإمبريالي اللي هو في النهاية بيخوض معركة على مستوى العالم اقتصادية وسياسية. وبالتالي من المهم بشكل كبير جدا نقل الخبرات ما بين الأطراف المختلفة، يعني نقل الخبرات للحركات اليسارية الموجودة في أمريكا اللاتينية، للحركات اليسارية الموجودة في العالم العربي الأخرى الموجودة في أفريقيا إلى آخره. نقل الخبرات مهم بشكل كبير جدا لتوفير الوقت الناتج عن السلبيات والأخطاء اللي ممكن تقع فيها التنظيمات والحركات الجديدة. نقل الخبرات مهم في إنضاج رؤية الحركة، في إنضاج استراتيجيتها، في إنضاج تكتيكاتها على الأرض. وده هيحصل بشكل جيد وفعال في حال تم تأسيس شبكة وتشبيك وتربيط ما بين المجموعات اليسارية وبعضها. طيب، أسست روزا لوكسمبورغ برأيك كمؤسسة ألمانية أجنبية يسارية، شو الدور اللي هي ممكن تلعب هون بالمنطقة؟ انا شايف ان مؤسسه روزا لوكسمبورغ من المهم ان هي تلعب دور مهم جدا لو هي اشتغلت كباك اوفيس للمجموعات والتنظيمات والحركات والاحزاب اليساريه على مستوى العالم العربي. دور في انضاج الرؤى الحركات والمجموعات السياسيه، دور ممكن انضاج الفعل السياسي اللي موجود على الارض بدعم أكاديمي ودعم علمي. في النهاية أي حركة وتكتيك وشغل على الأرض مهم بشكل كبير جدا علشان يبقى متركز على إن هو ينتج أديد فاليو. من المهم إن يكون في حالة نضج علمي وخبراتي. أنا شايف إن مهم روزا لوكسمبورغ هتشتغل في المساحة دي بشكل جيد. روزا لوكسمبورغ هتشتغل كمان كوسيط لنقل الخبرة من مكان في مجموعات يسارية لمجموعة أخرى. فكرة إن هي موجودة في مساحة المنتصف، دورها هيبقى هنا دور أكاديمي من ناحية ودور في التشبيك والتربيط من ناحية تانية. طيب، الأحزاب الأوروبية اليسارية شو بتحب تطلب منهم، شو بتحب تقولهم إذا بنعطيك فرصة؟ أنا أظن أن التجربة الديمقراطية الموجودة في العالم العربي هي تجربة ديمقراطية وليدة، وبالتالي من المهم دعم تحرك على الأرض بخبرات، سواء خبرات تدريبية أو خبرات علمية توفر على المجموعات السياسية اليسارية بالخصوص اللي موجودة على الأرض، اللي هو ان هي تشتغل بشكل منهجي في تحركها. انا اظن ان المجموعات الاوروبيه هتساعد ده بشكل جيد. هتساعد حاجه كمان نتاج ان كان في حاله قفل المجال السياسي قبل الربيع العربي، فبالتالي خبره الاحزاب والمجموعات السياسيه فيما يخص مساحه السياسات العامه اللي هو البابليك بوليسي قليله بشكل كبير جدا. فكره اداره ملفات الدوله مستوى الصحه والتعليم والاقتصاد ده مهم ان 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 المجموعات الاوروبيه، المجموعات اليساريه والاحزاب الاوروبيه تنقلها للاحزاب العربيه. الحاجه الثالثه فكره التواصل مع الجماهير، فكره التعبئه والحشد مهم بشكل كبير جدا ان الاحزاب الاوروبيه تنقل خبرتها للاحزاب العربيه في هذا الشان. فكره التنظيم الداخلي، فكره تطوير اللوائح، فكره تطوير المنظمه من الداخل، فكره الديمقراطه من الداخل مهم بشكل كبير جدا ان المجموعات الاحزاب الاوروبيه لابد ان تنقل خبرتها في النقطه دي. وفي النهايه زي ما قلت في بدايه حديثي ان النضال العالمي، النضال الانساني هو نضال انساني واحد، وبالتالي من المهم ان يحصل تعاون ما بين الاكثر خبره والاقل خبره. ممتاز، شكرا كثير احمد.